أثر وفاة العلامة أحمد الغازي الحسيني يوم أمس بفاس عن عمر ناهز 86 عاما. بعث صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية لأسرة الراحل ومن خلالها لجميع العلماء والفقهاء الأماثل في المغرب ولكافة محبيه ورفاقه وطلبته بجامعة القرويين، استحضر فيها جلالته بكل تأثر وتقدير خصال الفقيد الكبير وكفايته العلمية المتميزة في علوم الشريعة والإرشاد الديني والخطابة ووحدة المذهب المالكي والوفاء لإمارة المؤمنين وللعرش العلوي المجيد وثوابت الأمة ومقدساتها. هذا وقد شيع الراحل العلامة أحمد الغازي الحسيني بعد ظهر اليوم هذا اليوم من مسجد القرويين إلى مثواه الأخير في مقبرة لقبب بفاس بحضور الحاجب الملكي إبراهيم فرج وأسرة الفقيد والعديد من علماء المغرب. سعيد معواج، مصطفى الزاهري، وحنان بن جلون. هنا بمقبرة القبب بفاس وري الشيخ العلامة أحمد غازي الحسيني الثرى وسط مشاعر جنائزية جياشة لأهله وذويه وتلامذته. رحل إلى دار البقاء حيث يلقى ربا كريما ومولا لا يموت. خدم العلم كيحب الطلبة، هو في الكلينيك ويقول لي الطلبة يدخلوا، عندك الطلبة ما تدخلوهمش، هو مريض هما كيجيو عنده الصالون يقراو، هذا كافي، هذه كافي، هذا الشيء اللي كيصبر. الحمد لله أدى رسالته. لقد كان بما في الكلمة من معنى عالما لا لأهل فاس ولا للقرويين وحدهما، بل هو عالم المغرب، ولست مبالغا إذا قلت إنه عالم العالم الإسلامي. يدخل الآن حيث أحب دائما أن يقيم، لكن هذه المرة ليس على رجليه بل محمولا على الأكتاف بجامع القرويين، إذ أقيمت له صلاة الجنازة بهذا الجامع كرس القيم والاجتهاد والتعايش في صفوف طلبته وزملائه ومن أرادوا الفتاوى والإرشاد الديني والفقهي. هنا العلماء للتصحيح. نسأل الله تعالى الصبر والاستوانة لعائلته وأن يكون الباقي من علماء القرويين يقوموا بحمل المشعل فيكون خير خلف لخير سلف. أحد ركائز القرويين قد انهارت اليوم، قد لا نقول شيخ فقط عادمت وإنما نور انطفأ في مدينة فاس. رحل علم من أعلام الفكر والتنوير، لكن نور علمه وصفاء سريرته تذكر على الدوام بأن العلامة أحمد غازي الحسيني أغدق العطاء لسبعين سنة في المجال الفقهي الدقيق إلى جانب براعته في علمي الفرائض والتوقيت، وإن لله وإن إليه راجعون.